غضب اكتر اكتر يا تانيا، اغضبي اكتر. فرحه. خوف. يا مامي غير ضحك، انا اسف، غير ضحك اشمئزاز او حد قرف من حاجه. عرف شويه. شفت انتوا جسمكم هو اللي بيعمل ده بنفسه اهو، صح ولا غلط؟ كل واحده بتعمل ماشي. حاجه اهو. طيب ممكن نقول ايه تاني؟ يلا اقترح انفعال. يلا يعني لا مبالاه، مش فارقه. ها يلا مين يقترح انفعال تاني؟ ها قولي. يعني مثلا زهقان. شفتوا انتوا بتعملوا منكم نفسكم هو الرياكشن مع الوش. حاجات دنيويه كلها بنعملها كلها حاجات بنعملها جداً جداً. وكلها بنعملها احنا مش واخدين بالنا، بس في المايند بقى لازم نزودها قوي عشان تبان، لازم واخدين بالنا منها. يعني لازم لو انا متضايق من حد وغضبان منه جدا، فلازم يبقى جسمي يبقى مفروض كاني متحفز له جدا وعامل حاجه، فالناس تقول ده زعلان منه، ده غضبان منه جدا، ده عاوز بصي ماشي. غير ان انا زي ما قلنا زعلان منه دي حاجه ثانيه، اللي هو زعلان فانا جسمي متضايق منك، غير غضبان، غير ان انا فرحان فعاوز اخد الدنيا كلها بحضني، فجسمي عامل حاجه كتيره مع وشي، كل حاجه غير بهزر، احنا بنزود غير بهزر، بنبالغ في الرياكشن شويه علشان يطلع مظبوط.